من جديد نرحب بكم وبضيفنا من بغداد السيد سجاد الحلفي، أحد طلبة الذين ينظمون حملات التبرع والدعم اللوجستي للمعتصمين في ساحات التظاهر وخاصة في بغداد. مرحبا بك معنا مجددا سيد سجاد. مرحبا بكم ثانيا. كنت قد تساءلت معكم عن الجهات الداعمة لكم، يبدو أن هناك من يؤمن بالثورة وبأحقية الثوار في هذه المطالب وبالتالي يقوم بدعمكم ماديا ولوجستيا من أجل إيصال هذه المساعدات والمعونة للثوار في الساحات. لا يوجد أحد داعم لطلبة العراق، فقط هم الطلاب بأنفسهم. نشاهد هناك الطلبة يؤمنون مصروفهم اليومي، قد يتكون مصروفهم اليومي من بالعمله العراقيه 400 دينار او 250 دينار او 1000، ومن هذا يتم الجمع بين الطلاب وبين الاقساط، ثم بعدها يؤمنون المؤونات ويؤمنون كل ما يحتاجه الثوار في ساحات الاحتجاج. طيب، هل هناك خطوات قادمه باتجاه مزيد من الفعاليات من هذا النوع؟ نعم، هناك العديد من الخطوات التي يؤمن بها. يشاهد اليوم جميع الطلبة قاموا يؤمنون الدعم اللوجستي عن طريق سندويشات يحملن عبارات أصمت نحن معك، أنت سائر لأجل مستقبلنا. هناك مهرجان سوف يقام لاتحاد طلبة بغداد يوم الأربعاء في ساحة التحرير، وعدة فعاليات ينظمها الطلبة من أجل استمرار ديمومة هذه الثورة. يبدو أن الطلبة الذين تتكلم عنهم حسموا أمرهم باتجاه الانتصار في هذه الثورة ورفع المطالب حتى تحقيقها على ما يبدو من خلال الإصرار على الإضراب العام عن الدوام حتى الآن، وقد يعني مرت شهور طويلة على ذلك الإضراب، هل سيستمر؟ نعم، الإضراب الطلابي مستمر لحين تحقيق المطالب، لأنها مطالب حقة ومشروعة، والإضراب حق ومشروع للطلاب. لم أفهم سؤالك بالحرف الممكن، يعني لأن هناك أعتقد تشويش. نحن نسمعك بوضوح على كل الأحوال، أتمنى أن تكون تسمعنا أيضا بشكل واضح. هناك كان وصف من رئيس الحكومة بأن ما يقوم به الطلبة والمتظاهرون بصفة عامة ليس أمرا سلميا، ماذا تعلقون على ذلك؟ عزيزي، أن قالوا أن هذا أمر غير ممكن، فتحدثهم بقوانين الدستور، أن الدستور كفل لطلاب العراق الإضراب وكفل لهم العصيان المدني كما هو يقول انه الدستور، اذا يحدث بالدستور فانا اقول له انظر للدستور العراقي وما هي امور الاضراب للطلاب، هذا حق مشروع. نعم، اذا يقول له اذا انت كنت تقول ان الاضراب الطلابي غير مشروع، اذا ما هذا القمع الذي يتحمله الطلبه ويتحمله السائرين في ساحات الاحتجاج؟ السيد سجاد الحلفي أحد الطلبة المشاركين في حملة الدعم اللوجستي للمتظاهرين في العاصمة بغداد، شكرا لك.